بدأت القارة الإفريقية في الانقسام إلى نصفين. تابع معنا هذا الفيديو. إن كوكبنا الأرض في تغير وتحول دائمين، حتى وإن لم يكن يسعنا ملاحظة معظم هذه التغيرات التي تطرأ عليه أو رؤيتها. وتعتبر الصفائح التكتونية خير مثال على هذه التغيرات التي تحدث بصمت، حيث تكون هذه الصفائح في حركة مستمرة بشكل دائم وتؤدي بين الفينة والأخرى إلى أحداث درامية تتنوع من زلازل وبراكين، مثل هذا الحدث الذي وقع في إفريقيا مؤخرا وقادنا إلى التفكير في أن القارة قد تنقسم إلى نصفين في يوم من الأيام. من المتوقع أن ينفصل جزء من القارة شرق القارة الإفريقية عن القارة الرئيسية في غضون عشرات ملايين السنوات. وإذا كانت في حاجة إلى دليل على ذلك عزيزي المشاهد، فلا تبحث بعيدا، فالوادي المتصدع في شرق إفريقيا الذي يمر عبر كينيا يقف شاهدا ودليلا دامغا على ذلك، حيث انفتح حديثا صدع عملاق وبرز إلى سطح القشرة الأرضية نتاجا للأمطار الغزيرة وبعض النشاطات الزلزالية في المنطقة، التي يعتقد أن لها علاقة بنشاطات حركة الصفائح التكتونية تحت الغلاف الصخري للأرض. ظهر هذا الشق الهائل في 19 من شهر مارس الفارط بشكل مفاجئ، ويبلغ عرضه 15 مترا وطوله عدة كيلومترات، غير أنه ليس ثابتا كذلك، فهو في توسع مستمر. هذا التوسع الذي يحدث على الأغلب في اتجاه الجنوب، وكان قد تسبب في انهيار جزء كبير من الطريق السريع الرابط بين نيروبي وناروك. يعتبر هذا الصدع علامة على الكثير من الأمور الهائلة التي ستحدث في المستقبل، بينما تعيد الصفائح التكتونية تحت القارة الإفريقية هيكلة وترتيب نفسها. وللعلم، تقع معظم القارة الإفريقية فوق ما يعرف بالصفيحة التكتونية الإفريقية، غير أن قطعة طويلة عمودية من شرق هذه القارة تقع فوق ما يعرف بالصفيحة الصومالية. وتعرف تلك النقطة حيث تلتقي هاتان الصفيحتان الآنف ذكرهما بالوادي المتصدع في شرق إفريقيا الذي يمتد على طول هائل يقدر ب3000 كيلومتر. من أجل تجنب الارتباك، باعتبار أن قارة إفريقيا لا تقع فوق صفيحة تكتونية واحدة، يطلق الباحثون على الصفيحة التكتونية الإفريقية العملاقة التي تقع فوقها معظم القارة بالصفيحة النوبية النوبيان بليت. وأما الصفيحة الثانية الأصغر حجما فيطلق عليها اسم الصفيحة الصومالية. ينقسم الغلاف الصخري للكرة الأرضية إلى عدة صفائح تكتونية التي هي في حركة مستمرة، لكن حركتها تكون متباينة بالنسبة لبعضها وتحدث وفقا لسرعات مختلفة. ولم يتم الفصل بشكل نهائي في الآلية أو الآليات التي تتسبب في تحريك هذه الصفائح، إلا أن بعض التفسيرات ترجعها إلى نوع من التيارات يطرأ على طبقة الأستينوسفير أو غلاف موري. هي المنطقة من الأرض ما بين 100 إلى 200 كيلومتر تحت السطح، ولكنها من الممكن أن تمتد إلى أكثر من عمق 400 كيلومتر، وهي تعتبر الطبقة الأضعف في غلاف الأرض والقوى الناتجة عن احتكاك هذه الطبقات فيما بينها. ولا يتوقف تأثير هذه القوى على تحريك الصفحات التكتونية فقط، بل يمتد إلى جعلها تنقسم مشكلة صدوعا التي تؤدي بدورها في نهاية المطاف إلى تشكيل حدود تكتونية جديدة. ويعتبر الوادي المتصدع في شرق إفريقيا مثالا حيا على المكان الذي يحدث فيه الأمر بالتحديد حاليا. ما هو الوادي المتصدع في شرق إفريقيا؟ الوادي المتصدع في شرق إفريقيا يمتد على طول 3000 كيلومتر من خليج عدن شمالا وصولا إلى غاية زيمبابوي جنوبا، فهو بذلك يقسم الصفيحة التكتونية الإفريقية إلى قسمين اثنين، الصفيحة الصومالية والصفيحة النوبية. لماذا يحدث هذا الصدع؟ عندما يخضع غلاف الأرض الصخري لقوة تمددية أفقية يجعله هذا الأمر يتمدد، وبتمدده ذلك تتضاءل سماكته ويصبح رقيقا مع مرور الوقت، وفي نهاية المطاف يتسبب هذا في تصدعه مما ينتج عنه ما يعرف بالوادي المتصدع. وتتبع عملية التصدع هذه عدة نشاطات تحدث على السطح على غرار البراكين والزلازل، وعادة ما تكون التصدعات هي المراحل الأولى في الانقسامات القارية، والتي إن حدثت بنجاح تؤدي بدورها إلى تشكل أحواض محيطية جديدة كليا.
كمثال على هذه المحيطات الجديدة التي تتشكل نتيجة للانقسامات القارية، نجد جنوب المحيط الأطلسي الذي كان نتاج انفصال قارة أمريكا الجنوبية عن قارة إفريقيا منذ حوالي 138 مليون سنة خلت. هل سبق ولاحظت عزيزي المشاهد كيف للخطوط الساحلية لكلتا القارتين أن تتطابقا تماما مثل قطعتين من نفس الأحجية؟ ويتطلب تشكل التصدعات القارية وجود قوى تمددية قوية بما فيه الكفاية لتجعل الغلاف الصخري للأرض ينكسر ويتحطم. لقد انقسمت القارة الإفريقية فعلا إلى نصفين، وهما الصفيحة التكتونية النوبية والصومالية، اللتان تتباعدان عن بعضهما البعض بمعدل ثابت يقدر ببضعة مليمترات في السنة الواحدة. ويعني هذا أنه في غضون 10 ملايين سنة من الآن سيظهر محيط جديد في المنطقة بينما يواصل الوادي المتصدع تقسيم القارة الإفريقية. ولكن ما الذي سيحدث الآن؟ يعتبر وادي شرق إفريقيا المتصدع فريدا من نوعه لأنه يخولنا من ملاحظة المراحل المختلفة لتشكل التصدعات على طوله. إلى الجنوب حيث يعتبر التصدع حديثا تكون نسبة القوى التمددية منخفضة ويحدث الانكسار على مستوى منطقة عريضة، كما تكون النشاطات البركانية والزلزالية فيه محدودا جدا. أما باتجاهنا نحو منطقة آفار شمالا، نجد أن كامل أرضية الوادي المتصدع تملأها الصخور البركانية، مما يقترح بأن الغلاف الصخري في هذه المنطقة قد أصبح رقيقا لدرجة أصبح فيها قريبا جدا من التحطم. وعندما يحدث ذلك التحطم يبدأ محيط جديد في التشكل عبر تصلب الحمم المنصهرة الماغما في المساحة التي خلفتها الصفائح المتكسرة. وبعد فترة تقدر ب10 ملايين من السنوات سيتشكل قاع بحر جديد يمتد على طول التصدع، ثم ستبدأ مياه المحيط في التدفق، وكنتيجة لذلك ستصبح القارة الإفريقية أصغر حجما وستتشكل هناك جزيرة كبيرة في المحيط الهندي من أجزاء من إثيوبيا والصومال والقرن الإفريقي. وعلى الرغم من أن الأحداث الدرامية على غرار انهيار الطرق السريعة والزلازل قد تخلف انطباعا عن أن التصدعات القارية تحدث بوسيلة سريعة وعنيفة، إلا أنها في معظم الوقت تعمل على تقسيم وفصل القارات بدون أن يلاحظ أي أحد ذلك أو يشعر به.